فينا السمك. نحكي من السمك. عائلة من الكاغر جاءوا تعيش هنا. ماذا؟ جاءوا ليعيشوا هنا؟ أجل أجل، وعندهم ربيع صغير جميل جدا يدعى فيفي، وهو دائما في كيس والدتي. في كيس والدتي؟ لقد سمعت بأن غابتكم جميلة جدا، وهي فعلا جميلة، فقررنا أن نسكن بجواركم لكي تحصل فيفي على ثقافة جيدة. إنها امرأة ثرثارة ولها لسان سليط. لكي تحصل فيفي على ثقافة جيدة. لماذا فعلت هذا؟ يا غبي، لماذا ضربتني؟ خذ! كفى! فكر كيف يمكن الحصول على نقود منهم. يا غبي، لماذا ضربتني؟ لماذا أضربك يا سيدي؟ ششور، أنت ضربتني. لماذا تضحك؟ أنا لم أضحك أبدا. أنت كذاب، فليس هناك غيرك. غريب جدا، لو تضحك فمن يضحك إذن؟ هناك من يختفي تحتها. يعني لابد أن يكون نفس الشخص الذي ضربك يا سيدي. كذا كثيرا، وهي تلميذة مجتهدة جدا، وتختلف عن الصغار الموجودين في الغابة كلها. إنها تقرأ الآن. أجل، إنها تقرأ. يا إلهي، كل هذه الأشياء لفيفي؟ أهلا بكم جميعا. أهلا بك. هل رأيتم ذلك بأنفسكم؟ إن فيفي تلميذة مجتهدة. إنها حقا تلميذة مجتهدة. بالمناسبة، فإن صغار هذه الغابة لا يدرسون إطلاقا. الصحة أهم من أي شيء. كلا كلا، فالصغار يجب أن يدرسوا منذ البداية. والآن سأختبركم، اذكروا لي اسم هذا الحيوان. إنه سمك كبير، لا يوجد مثل هذا في النهر. إنه ليس من أنواع السمك المعروفة. فيفي، لا ينبغي الضحك. ما اسم هذا السمك؟ إنه من نوع الحوت، وحجمه يكون أكبر من هذا البيت. صحيح، لا أصدق هذا. هناك حيوانات عديدة في عالمنا الكبير. هذا صحيح. يا يوم من يوم مزعج. يا ترى من الذي كان يختفي تحت الورقة؟ ليست عندي أي فكرة. هل يوجد شخص بهذا الذكاء في هذه الغابة؟ سنان
أذكى من هذا، ولكن لكنه أصغر منه. ما يكون إذا؟ تقصد الوحش الموجود في بيت المرأة الثرثارة؟ ماذا؟ ربما هو. حسن، لنذهب إلى هناك. تفضلوا، هيا تفضلوا رجاء. هذه حصتي. لطيف جدا. ها والآن هيا تفضلوا. شكرا. ماذا الكعك الذي؟ فعلا فعلا شكرا جزيلا. هذه هي الضحكة التي سمعناها، لكنه مجرد رضيع يا زعبور. زعبور، لقد وجدتها قرب هذا البيت. ماذا تقول؟ هذه هي الورقة يا زعبور. إذا الكنغر فعل ذلك، إنه وقع وسأضربه بكرة. أي أنت؟ من تكون أنت؟ أنت، هذا هو الدليل، فأنت الذي ضحكت علينا. ماما، كنت أدرس طوال الوقت في البيت. طبعا يا عزيزتي. أنت كذابة. انظري ما الذي فعلت بوجودنا. وجوهكم بائسة منذ البداية. ماذا تقولين؟ أنت طفلة وقحة. وماذا تريد؟ على أي شيء تفكون؟ إن تهمتك باطلة يا زعبور. فيفي لم تغادر البيت أبدا، والورقة ليست كافية. لا تعالي هنا أيتها الوقعة، سأعطيك درسا قاسيا. ماذا تقول؟ أنت تمزح. ستعطيها درسا قاسيا؟ إنها ذكية وليست مثلك، أحمق. فإذا لمستها بيدك سيصيبك ما لم تتوقعه، وتكون نادما على حماقتك. هذه وقاحة كبيرة. والآن هيا يا أولاد. يا إلهي، أنت فعلا قوية وتختلفين كثيرا عن أمي. لقد فاجأتني بقوتك. آسفة، لقد أثاروني في المعذرة. والآن لنشرب الشاي يا هالة. شكرا جزيلا لك. في الحقيقة لقد كانت تهمة ملفقة. دون شك. فيفي، لا تلعبي مع هؤلاء الأشرار أبدا. حاضر يا ماما. إنها بنت صغيرة ومؤدبة. إنني لم أستطع مقاومة أم فيفي. يجب أن نوقفها عند حدها، وإلا لن يحترمنا أحد. هل عندك خطة؟ دعني أفكر. عندي فكرة، نختطف فيفي من أجل إرهاب أمها. إنها فكرة جيدة، سنلقنها درسا لن تنساه أبدا. وستقدم لنا كعكا لذينا مصنوعا في المدينة كفدية لها. أيها الأعزاء، أعيدوا إلي فيفي رجاء. وسوف يعرفون من نحن. كعكا لذيذا مصنوعا في المدينة. إلى العمل. ما الذي نفعله؟ سنحفر لها حفرة ونسقطها فيها. سنحفر حفرة عميقة؟ سنأكل كعكا. أجل كعكا لذيذا. إن هذا شرك تافه. إنهم لا يستطيعون الإمساك بي. أنت خجل من نفسك بسبب الجهل وتعتبرني المسؤول. لا تتهرب يا والدي. إذن علمنا يا سيد رحمون أكثر. من العاري أن تعرف فيفي أكثر منا. ولكن يا أعزائي، أنا أرى غير ذلك. فالأطفال يهتمون باللعب ويتغذون جيدا كي يصبحوا أصحاء، ثم بعد هذا يأتي دور التعليم. هذه فيفي. أنا أتفق معك يا سيد رحمون.
تطلب مني دائما؟ أن أدرس فقط، ولكني أرغب في اللعب. فيفي، هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح، فأنا أحب اللعب، ولكن أمك لا توافق. هذا صحيح إذا عرفت ماما فأنا أتظاهر أمامها. أي، هل فيفي معكم؟ ماذا تريد منها؟ أهلا فيفي، أنا آسف عما بدر منا في حقك. سأدلك على الفاكهة، فاكهة لذيذة. ها؟ فاكهة لذيذة؟ نعم، فاكهة لذيذة اقتطفناها من الغابة. أصحيح هذا يا شرشور؟ أجل صحيح. إذن هيا بنا نذهب. نجحنا. فيفي لا تصدقيه، فإنه كذاب خطير. كلا، ولكني سأذهب. فيفي، فيفي، هيا لنذهب. هيا لنذهب، إنها مجرد طفلة. ولكن لا تنسي بأن الصغار عندهم رغبة للاكتشاف. أنا خائف عليها، لنتبعها. لقد وضعت الفاكهة على الحفرة وستسقط فيها. فعلا إنك ذكي. والآن يا فيفي، هذه الفاكهة. فاكهة طازجة. تقدمي أرفاقي، لن تقدمي. أوه، يا للوقع. أوه، هذا جيد، شكرا جزيلا. امسكوها عن الواقع. انتصرت. اذا لقد جلبوها الى هنا ليسقطوها في الحفرة. وثبت أن فيفي بنت ذكية. سأعطيكم هذا مقابل الفاكهة التي أخذتها. يا لهم من أغبياء. إني خجل من تصرفهم. على الوقع. لن تفلتي من يدي. طروني يا العبور. أنا ميت بعد كل ما قاسيت. زعبور، تشجع يا زعبور، الجرح ليس خطيرا. على كل، أنا لا أشعر بألم. ماذا؟ هذه طماطم. أريد أن أعرف من فعل هذا. أوه، ما هذه الرسالة؟ دعني أرى. هذه رسالة من فيفي. ماذا؟ أعطني إياها. هذه الصغيرة تستهزئ بي وبكم. أريدكم أن تلقنوها الدرس. فيفي ليست هنا يا شرشور، ربما جاء وقت نومها. إنها مجرد طفلة رضيعة، ربما ترى الآن تأخذ اللبن من أمها. إنها ليلة غريبة، أليس كذلك؟ أجل إنها ليلة مفزعة. لا تكن مضحكا يا فرفور. يا شباب، يا نصر،
لم أرها، ولكن لابد أن يكون هذا من صنعها. عندما أمسكها سأضربها بالشدة. نحن لم نقدر عليها يا زعبور. لندخل معها في هدنة ونعلن الصلح فيما بيننا، ما رأيك؟ هذا يا لكم من جبناء، فأنتم تخافون هذه الصغيرة، هيخرجوا من هنا. دعنا نبقى معكم رجاء. هل تقسمون على محاربتنا لها إلى أن تركع لنا؟ نعم نقسم. إذن هيا بنا لنهاجمها. ماذا الآن؟ طب اتبعوني. سأهاجمها عندما تكون نائمة. انقلوها بهدوء كي لا تستفيق. أنت يا مسعج وضعت علينا سابقا. خذي هل تستطيع خذي هل ماتت يا ترى؟ لا تقول هذا. هذه فيفي. لماذا تضربون الدماء يا ولعبي؟ ها لماذا؟ لنفتحها. كيف تتجرئين على فعل ذلك؟ لن نغفر لك هذا. يا لكم من وقحين، لن أغفر لكم، لن أغفر. أنت وقحة سأضربك. أين تؤلي الوقحة؟ تملس أين تملس قوتك هذا؟ أين هي الآن؟ سنضربك. يا رأسي عبور، كيف تجرؤون على ضرب يا أغبياء؟ اذهبي الى الجحيم. انتظري سألقنك درسا. انتظري انتظري حسنا. انتظري فيف انتظري، ارجوك لا تقطعي يا فيف. ماما دائما تقول لي أنجز العمل الذي بدأته إذا سأقطعه. النجدة. هكذا إذن. إنه مسكين. إلا زعبور غبي يا شرشور. أنا مش مائز من تصرفاته الحمقاء. أوه فيفي، هل تشاجرت معهم؟ ألم أقل لك لا تستعمل العنف؟ ولكن يا ماما يريدون ابتزازك وخططوا للخطف. أنا ماذا تقولين؟ ولكن فيفي لقنتهم درسا لن ينسوه أبدا. إذن كنت تدافعين عن والدتك وعن نفسك وعن الحق. يا لك من بنت شجاعة. أحسنت يا عزيزتي.